حماء كلاب عريضات أزياء في تركيا. لازلنا نجيب بكري. من هق هق العارضة أزياء. شي الناس اللي عندهم الزر ديما كنفكر في الموت، اقسم بالله انا ما نقدرش صراحة، والله تنهضر بصح اقسم بالله العظيم ما نقدرش نسمع. انا الله يسر اختي ما بغاش نقول هذه الكلمه هذه، ما نكذبش عليك. كتسمعي شي واحد مات كتخيلي كيفاش مات، كيفاش فهمتي؟ كيفاش صامت؟ الدواء ما كيتشابوا سبحان الله العظيم، كيتشابوا ما تفرس ما بين هادي وبين هادي. دابا رجالتهم، دابا راجل هادي وراجل هادي، واش ما كيتغلطوش ليهم هادو؟ دابا راجل هادي يقدر يشوف هادي يقول هادي هي مرتي، وراجل هادي يقدر يشوف هادي يقول هادي هي مرتي. فكيتشابوا اصاحبي، راه فوتو كوبي صح. وهذا ميساج بغيت نقولو حتى لسوفيا. انا سوفيا نقولها لك انت خويا وعزيز عليا، ولكن ادي الا جا فاطمة الزهراء انا راه ما غاديش نبغيه لا ليها ما كاينش اللي عندك باش تبقاي دير هذه الهضره ديال الدار، ما بغيتش غادي نسمعها من عندك انت. انا اللي عندي صمتك، انا انت واحد فيها الجميع هنايا. انا ما كاينش ما عليك انت شي حاجه. فاطمة الزهراء مريضه البنات، شوفوا كلكم عارفين المرض، انا كنت مريضه بمرض السرطان والله شافي جميع المرضى الحمد لله اللي تشافات منه، ولكن راه كنت مهدابه في اي القطيع في اي شكون هذا اللي قلق لنا فاطمه البوينينه؟ هذا غير شي فيلم جديد عاوتاني بيه بدا ما بين فاطمه البوينينه وراجلها وقيل. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بغيت نعرف دابا كيفاش تقنعاتو، كيفاش تقنعاتو وقعد موستاجو قد شنا هو تشطب بيه ضريبه كلها وخلاها كدير ليه الماكياج وعادي قرب لها مشات على المعلم صافي. كيف ما نمشيش ولا ما لا شرب شي حاجه مغلمه شد الحركه على عاوتاني من نكبر على هاد النكافة هادي، هادي كاتبة على النكافة جيبها لها من جومية واقيلا. ولا زاوية طنطوي حويجاتي فهمتي، مع مرة مرة الحوايج تيتخربقوا ليك وكدا تدير شوية لو ميناج ولو ديباناج باش تجمع وطوي. طنطوي هو تصحيني على هاد الكابيتشو هذا، ونتفكر بأنه آخر مرة لبست الكابيتشو في مراش ولا شي حاجة سخونة، شي قبية ولا شي 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 جيكيتا ولا شي لعيبة، تتمر الى عاد المحاربين ولا عاد المرابطين. وعباد الله وراه عرفتي مراكش واه ديما سخون، ديما كاين هاد لا شودو الصيف مراكش تنعانيو منها حنا مع هاد لا شالور. ما يمكنش ما يمكنش ماشي حتى لهاد الدرجة عاوتاني. بلاتي المعلم يدخل شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 تشوف السميق اللي ديال بصح، البرد البرد ديال بصح. هادو كيتقواو في وسط الماء، قبل الله ما نقعد فيها بالله. بعدا راه عطينا هذاك البوط بعدا على حساب المشت، واش عجبهم زعما يقعدوا هنا؟ ما فهمتش شفت القسم هذا، هذا القسم واقيلا ديال العلوم والفيزياء، هما اللي كيديروا بحال هكا حيتاش كيديروا التجارب بالمواد الكيميائيه. عمرو الشعري خويا احسن من المرأة، عمر المرأة كتمنى يكون عندها بحال الشعر هذا، شحال تعيات ما عندوش بحال الشعر، هو عندو شعر أحسن من المرأة صح.
شي بالها فيه عيشه واقيله. انا اولا ماشي مدلوله، علاش غنقول لكم ماشي مدلوله؟ تنقول لكم انا شنو كنعمل. انا باغي نحافظ على داري، باغي نجمع الشمل ديالي، حيت السيتوياسيون اللي انا فيها ماشي ديال واحد كيخوني، واحد كيعطيني بالحقرات في الدار، واحد كيحتقرني، واحد كيعتبرني شارفه، واحد كيعتبرني ما كنعرف لا نلبس لا والو. هو اللي معلمني نلبس، هو اللي معلمني نكون انثى واعره، هو اللي كيكسيني بالديامون ديالي، بالذهب ديالي، بكل شيء ديالي. هو اللي ردني انثى، كان ثقه في راسي اكثر من اللي جبرني. انا ماشي ما معياش عائله اللي يقدر مثلا يجي ويهرس لي من اخري عادي ونكمل الحياه معاه، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين، ماشي مدلوله انا. بغيتي نفهم دابا شنو هي الكلمه ديال مدلوله؟ واش قاعد الناس اللي مجوجين كلهم مدلولين؟ قاعد الناس اللي كيحافظوا على البيوت ديالهم على لا ديورهم مدلولات؟ ما فهمتش انا شنو هي الكلمه ديال مدلوله، شنو بغيت نفهم دابا؟ واكوا هكا رقيق غير دو لقيتي فوريه تاع رقيق. لا 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 انسبد لو كان انسبد لا نسكا يا نهار قيش شات دابا كوبي رومي فرنسا سكت تكتبو تكتبو يلا بلا تكتبو رقيق تكتبو يلا بلا تكتبو ضربو شي فال يلا فال البنيه ضربو شي فال البنيه لا لا مولاي على روحك الله اجي ضربك الفال اجي شوفني اجي شوفني بالسعد ديالك اجي اش هاد البنيه الزوينه والبقوصه اش هاد داكشي اللي فيها الله يديك بحال اللي تقولوا جمع الله يسقم سعدك الله يسقم سعدك ويبيض نورك اجي الزوينه البقوصه والو انا حدا راه حضر كوك رقيه تاع منت المرقيه اش اختي اخويا اش اجي نوريك اجي ندير لك الراجل هو الزوين والبقوص ايوا ايوا كيما والبقوص اش كيدير اش هاد الدرب جلب الرزق هاديك جلب الرزق جلب الحبيب جلب الرزق وجلب الحبيب قلب واش هو فات العزاوي فال اجي جلب الحبيب ما ماشي ولدي اجي يلا الفال اللي بغا نضربوا ليه الفال يلا الفال يلا يلا جنب الحبيب اوكي ثانك يو مدام اوغلو ثانك يو وحده وحده هو اللي قلتها انا فين هذيك هاكا؟ لا ما بقات تقولها بيا. الله ما نسمع الاوغلو، مدام اوغلو. كاين في تركيا دابا. اخويا راه الوقت ولا تتخلع، من هو اللي يحضي راسو اخويا، هو اللي يخاف على صحته. شرا ولا تيخلع وحق الله العظيم. زعما غيكون ولدان محال ولدان كاش تحمرك بولها وحال واقيلا شنو دابا ورا الطرف ورا الطرف ديال الخبز راه صعيب ويلي هادي شناهي هادي كلينيكس شوف كلينيكس الصانعين منو كلينيكس ها ويلي هادي راه متخشاش ليا فيها رجلي مشات تقرا الضحكة ديالها دابا بحال ديك هاك مشات صافي ترقات دابا هي يمين اعطينا الورقه قلت هذا خاصنا نعطي الورقه باش انني راه شاريه ماركه ايوا انا جايبه من السناك من الدار بيد العاليه من نجيب الورقه السناك كل السناك براسي ما عندوش ورقه ديال الخدمه ما علينا الدريات ايوا كهمني في الطياره قع ندور نتكلع عندي راسي ماشي انا عاد جلس معايا وغتقول لي سيدي وتقول لا لا وتخدم علينا ان شاء الله معلومه غتقعد تسيف عليا غتقعد مع غوستا واش اشترطوا عليهم انتوما جايبين خدامه واش بين خدامه للدار ماشي عروسه جايبين خدامه شنو انا من نيتوني قال لك تجلس وتخدم عليا دير انا وغوستا شنو مريض هذا ولا مالو جايبين خدامه دار الشرط وليك قابله بالشرط اوكي ما قابلهاش صافي السلام عليكم وهذه هي بنت الاصول هذه هي بنت الاصول هي اللي تبغي راجلها تبغي الاباء ديالو
بنت الاصل هي تكون خدامه عليكم عاد باش تكون عاد باش تكون بنت الاصل زوينه هذه يعني لما كان الا ما خدمتش عليكم ماشي بنت الاصل ياك ولا كان جيت تبغي غير هو بلاش صراحه هي هذه الله انت خاصك الحبس انت وديك العائله ديالك ما الواحد الظاهره انا ما عرفتش واش زوينه ولا لا هي ديال الحلقات انا كنعرف الحلقات ديال اللي كنديروا في المدينه تتكون في ديك الحيمه هادشي اللي عرفت دابا حاليا تبارك الله الودن كلها حلقات من الناحيه الصحيه ديال الودن نورمالمون خاص الودن تكون في ديك البلاصه اللي كاينه التانك تكون في البلاصه اللي كاينه تحت في اللوبول هذيك البلاصه اللي ما فيهاش الكارتيلاج ما فيهاش قروش لان هكا كيتروماتيزي من كيتروماتيزي والكارتيلاج والكارتيلاج ديال الودن ما خاصكش تروماتيزي علاش لانه ما عندوش شي عريق اللي كيوكلو كيعطيه الدم هو غير كيمتص الدم من العروق اللي حداه داكشي مثلا تشوفي شي واحد تضرب في ودنيه تجرح كتقدر تموت ليه ديك الودن ما عندنا ما نديرو ليها ولا الطرف كيطير منها ما عندنا ما نديرو ليه لانه خاص تخيطيها ما كتحياش نعم ديكو هذاك التانكا خاصها تكون في التحت علاش ديك البلاصه ما فيهاش قروش كنثقبوها وهذاك الثقيب اللي بزاف كيكون في اللوبور هو اللي كيعطينا دوك لي سيكاتريس كيلويد هذوك اللي بحال التينيسات صح ما حدك انت كتزيدو تروماتيزي وكيسيكاتريزي بحال هكاك وكيرجعوا واخا تفتحهم وتحيدهم كيرجعوا كتفتحهم وكدير لهم ديزانجيكسيون وكيعاودوا يرجعوا لان كتكون لا كاليتي ديال لابو عندك ما زويناش والسيكاتريزاسيون ما عندكش زوينه وتيولي ديك البلايص اللي ثقلتي فيهم افيك لو طون كيتكونوا فيهم هذوك دونك الا بغينا نديروا الطانكا نديروا الطانكا في البلاصه اللي عارفين جدودنا كيديروا فيها الطانكا هذيك الحيمه دابا هذيك الحيمه التحتانيه اللي علاش حيت ما فيهاش قروش دونك هذيك الحيمه دونك الغايه علاش دارت فيها لان ما فيهاش قروش ما فيهاش قروش اما في القروش تي لو تروماتيز والقروش فراجيل دونك بكثر ما كتثقب فيه سمعوا البنات تجي اللوطي تقبو في دنيهم كتلقى عندها سبعه ديال التقبات هنا وسبعه ديال التقبات في الودن عندها سبعه ديال الطنقات 14 طنقه معلقه في ودنيها سمعوا مزيان شنو كتقولها السيده هادي عزيز داداس تهجم عليك وضربك وضربك واحد الضرب خايب عنفك اذا صح التعبير مودي عملو دايره النظره هادو في وسط الاستوديو على جيران النظره هادو في مسلسل ياك ضربك ديال بصح يعني ضربك ضرب مبرح كيف كان سيتي واحد المشهد اللي ما عمري ننسى كانت واحد اللقطه انه هو رجل عنيف اغريسيف خاصو يشد الصمطه حيت طلعت ليه الزعاف خاصو يضربني وعاش الدور يعني عاشو عاشو هادشي كله زرق بالصمطه ضربك ضربك هادشي لا لا ياك موكلا كان بيناتهم شي حساب ملي جاتو الفرصه ننتقم من نشاط انتقام قال لك زرق ليها كاع الجليقه انا الخط نكون وصلنا لخط الفيديو الا كنتم الابطال بقيتوا حتى لهاد الدقيقه هذه ما تنساوش تخليو ليا معكم شرايك الفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تاكدوا بانكم مشتركين في القناه وتفعلوا معكم هذاك الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده توصلكم نتوما لوني تفعلوا الخوت مع الفيديو خليو لنا تعليق زوينه ديالكم طلعوا فرصكم طلعوا ولادكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم